عروسة تتجوز في سيوة إلا وتزور وتتبارك بعين العرايس، ودي واحدة من عشرات عيون المياه الطبيعية اللي مليانة سيوة، واللي كان بيغني لها السيويين أغاني مخصوص في وقت تطهير العيون، زي ما بيغنوا للجواز والموسم جني البلح وحصاد الزيتون ونزول المطر والحج والأعياد المختلفة. الحكي فن سماعي قديم كان هو الوسيلة الوحيدة مع الغنى للتسلية قبل ظهور التلفزيون والإنترنت. بنعمل أعداد وحكي زي حكاية العمة قبل النوم وحكاية الغولة وحكاية كذا وكذا، عشان كده بدأنا نحيوها. مصر تغني الخميس 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.